السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة المرحلة الثانية قسم المنشآت الهيدروليكية. اليوم معانا المحاضرة رقم 11، وهي المحاضرة الثانية ضمن السمستر أو الثالثة ضمن السمستر الثاني، اللي هي راح نتكلم بها عن أحد المنشآت الهيدروليكية المهمة جدا واسعة النطاق، وتستخدم كثيرا ضمن الأنهار أو البحار أو أي مكان آخر حسب الحاجة إلها. اسمها الكلفرت، العبارات. احنا بصورة عامة لانه مادتنا هي اصلا اسمها Introduction of Hydraulic Structure، فراح نعطيكم ابسط نوع حتى فقط تتعرفون على هذا النوع من المنشآت واهميته. راح ناخذ البوكس كلفرت، العبارات الصندوقية. هسه راح نجي نتعلم ونشرح شنو هي معنى العبارات، شنو نقصد بيها، كم شكل إلها، شلون يمر المي من خلالها، تنشأ وحدها او مع منشأ ثاني، طريقة تصميمها. احنا راح ناخذ ابسط طريقة، لان انتم لحد الان باعتباركم مرحلة ثانية فما متعمقين بالاوبن شانل والري والبزل، تصميم القنوات المفتوحة، فبعض القوانين راح نعطيكم اياها تنكتب رتن ضمن جدول القوانين. بس نجي ناخذ موضوع بسيط او مقدمة بسيطة عن العبارات. يقصد بالعبارات ايا كان شكلها، سم سيركل، سيركل، بوكس، ريكتانجولار، anything، تريانجولار، هي عبارة عن هيدروليك ستراكشر، هي منشأ هيدروليكي. يكون هذا المنشأ الهيدروليكي اما غاطس كليا سبميرجد او بارشيالي سبميرجد او غاطس جزئيا، يعني الخاصية اللي اما سبميرجد او بارشيالي سبميرجد. شنو الغرض من عنده هذا؟ is only body of water، تمام؟ دائما هو هذا الجسم يكون بالماء، ولا هو اسمه منشأ هيدروليكي. الغرض من عنده شنو؟ which disturb the natural flow، الغرض من عنده يغير مجرى التدفق الطبيعي للنهر، تمام؟ يعني يحوله او يشتت المجرى او ينقله او ممكن يوقف الماء. يعني اني انشا هذا النوع هيدروليك ستراكشر كان بي بولت ان ريفر، بالانهار، سي، البحار، او اي مكان انت تحتاج لهذا المنشا، اللي الغرض مثلا تحتاج في هذا المكان تسوي تشينج للناتشرال فلو او توقفه في مكان ما، تسوي العبارات. مثلا اني في نهر معين اريد اغير مجرى هذا النهر، فاستخدم هذه النوع من العبارات. اريد اوقفه، اني انتبهت دائما اللي مثلا اما المناطق اللي بها بحيرات تربي اسماك، فالغرض من عندها مثلا في موسم معين ما يردين يصير النحور بالاسماك عالي، فدائما يوقفون، يوضعون مثلا في شبكات خاصه تنتقل الكائنات الى الطرف الثاني، او يغيرون مجرى النهر، يعني لاستخدامات جدا كثيره. واحنا يعني بالنسبه لنا من بلد العراق يعني مشاهديها بكثره، وباغلب الاحيان تشاهدها انت تحت الجسور المجسره، الجسور اللي يعني فوق الماء، دائما تشاهد اغلب تحتها هي عباره عن عبارات صندوقيه. كذلك بالقرى الريفيه، المناطق الريفيه دائما نشاهدها بكثره. فسنجل الكلفرت هو عبارة عن منشأ هيدروليكي يسمح بعبور الماء من خلاله، هاي أهم فقرة. ينشئ تحت الطرق under road أو الريال رود، الطرق الريفية أو anything obstruction، التحويلات من جانب إلى آخر. يعني مرات أنت عندك نهر يفصل داخل نفس المدينة مثلا، أو داخل نفس القرية أو المنطقة الريفية أو أي مكان، يفصل هذا المكان عن هذا المكان، فيسوون البوكس كلفرت، هو عبارة اصلا تنتقل فوق، يعني من يعني السيرفز مالتها التوب فيو، السيارات، المشاة، غيرها، anything. وكذلك يستفادون معتها بالاسفل بنقل الماء، يعني ما سوى عملية قطع للماء، فايضا موجودة. فدا يقول لك انه typically عادة هاي العبارات تنشئ طبعا تكون على احتكاك مع الماء ومحاطة بالتربة من الجوانب الثانية. تلاحظ هسه هنا محاطة بالتربة، هنا ايضا محاطة بالتربة، كذلك هنا. وتنشئ هي على الاغلب من مادة الكونكريت، بريكاست كونكريت، يسمونه الكونكريت سابق الصب، يعني ما تصب موقعيا، وانما تجي جاهزة بضمن معامل الصب الجاهز، تنصب وتجي هنا فقط تنقل وتتنصب، ويعني ويحتاجون بعض الإجراءات اللي تسعفها داخل هذا يكملوها بالضبط مثل البايلات لإنشاء المجسرات. هواي يعني إن شاء الله راح تأخذوها يمكن ضمن مادة المرحلة الثالثة، الخرسانة مسبقة الصب ضمن مادة الإنشاءات، راح تأخذون عنها هواي أمور.
الكلفرت عبارات are commonly used. اما تستخدم course drain or relief drain or bus water under road natural drainage. هاي استخداماتها، يعني دي يقول لك اما هنا شوف هسه لاحظ هذه المنطقة، تقدر تقول هذا العبارة منشأة من منطقة ريفية بساتين او غيرها، فدي تلاحظ هنا اكو قطع بسبب النهر، فيحتاجون مثل ما نقول انه عبور الى المنطقة الثانية، فتنشئ هذا النوع من المنشآت وتكون تكلفتها الاقتصادية اقل بهواي من انشاء الجسور. لاحظ في بعض الاحيان ايضا ضمن المدن، ضمن يكون مثلا قناة او شانل او مجرى نهر، فيحتاج يسوون ايضا من عنده انه منطقة عبور فتنشئ هذا النوع من المنشآت، او بعض الاحيان يحتاجون يغيرون مجرى الماء الطبيعي او يوقفونه في مكان ما فتنشئ هذه المنشآت. انا تركت لكم هواي صور، تقدر انت تدخل على الجوجل تاخذ الاسم هذا وتقرا عن الموضوع اذا تريد اكثر تعرف انواع اكثر. هاي الاشكال الكروس سكشن اوف كلفرت، عندك بايب تكون، اكو عندك اليبس، عندك ارك، عندك سيركولر، عندك بوكس، عندك سيمي سيركولر، يعني اشكال عديده. هذه الاشكال تقريبا نقدر نقول جنرال كروس سكشن الخاص بالكلفرت، لكن اعم نوع واشمل نوع يعني واسهل نوع بالاستخدام هو هذا النوع، ودائما تشوفون يعني داخل العراق هذا النوع دائما ينشئ، لانه هذا يكون افضل وملائم لتربتنا، خاصه احنا التربه الطينيه تكون بها نسبه الكلبس كلش عاليه الانهيارات الارضيه، فهذا راح يكون مدعم من كل الجوانب. عندنا نوعين بعبور الماء، اما يعبر الماء كليا من تحت العباره او يعبر جزئيا. يعني شنو تقصدين؟ يعني الماء هسه هذا هنا تقدر شو تقول؟ تقول fully submerged و partially submerged. هاي partially submerged ليش؟ لانه هذا الجزء ما مملوء، فالماء دا يعبر من هنا، لاحظ مثل هذا الجزء الثاني يجي من هاي الجهه ينتقل لهذا الجهه، يعني ماكو حجز هنا بشكل عالي. لكن في بعض الاحيان عندما يتم حجز الماء ويصعد المنسوب من هذه الجهه، خاصه من تستخدم هذه النوع من المنشآت لغرض حجز المياه او تغيير مجرى النهر، فراح تكون fully submerged وهنا تكون partially submerged. هسه لا تلاحظ هي الاغلب partially، لكن في بعض الاحيان يستخدموها fully. لاحظ هسه هنا بما انه ظاهر جزء من يعني الماء اللي دا يعبر منها ما واصل الى هذه المرحله، فهذا partially، هذا partially، كذلك هنا partially، لكن ممكن هسه هاي partially لكن ممكن الماء محجوز بالجهه الثانيه، فمن ينفتح راح ينغمر كليا، هذا كله يعني ينغمر كليا فيصير fully submerged. هاي المعلومة حبيت أوضحها لكم. لمن يعبر الماء من هذه الجهة إلى هذه، إلى يعني خلال الفتحة الانترنس، تعرفون هو كان بقناة، فالقناة تكون الودث مالتها أعرض من إنه الودث مال الكلفرت، فلمن يدخل الماء منطقة الدخول من المناطق يعني يعني الأكثر مثلا الودث إلها إلى المناطق الأقل ودث راح يصير خسائر، وأتوقع هذا الموضوع راح تاخذونه إن شاء الله بالكورس الثاني حاليا. ضمن الفلويد عندكم أنواع من الخسائر، هي الخسائر الفراكشن وخسائر ثانوية اللي هي خسائر الدخول، خسائر الخروج، خسائر بسبب الاحتكاك الثانوي anything، فأي أيضا يصير بها خسائر هنا، هاي يسموها خسائر الدخول والخروج، هاي الانترنس كوفيشنت نرمز لها K1 K2 بهذا الباب. فهنا هسه دا يوضح لكم هاي ايضا المنشآت الهيدروليكية، لاحظ هذا جسر انشأ، هذا جسر اعتيادي العبارات مالته، هذا لاحظ جسر تحت شنو؟ تحت عبارة صندوقية منشأة، يعني ممكن هاي المنشآت تنشأ تحت الجسور طبيعي جدا، مو فقط يعني لوحدها، ممكن منشأ يقام مع الجسور ايضا. نجي احنا راح ناخذ بشكل بسيط البوكس كلفرت اول شيء اللي هي ابسط الانواع، وراح ناخذ الديزاين الخاص بها بخطوات جدا بسيطه راح اوضح لكم اياها من هذا المثال، لان انتم صراحه تفتقرون الى هواي امور، مثلا الاوبن شانل ديزاين اوف اوبن شانل، القنوات المفتوحه راح تاخذون المرحله الثالثه ان شاء الله، كذلك اللوسز انواع الخسائر، هي الماده بحد ذاتها راح تاخذوها ديزاين اوف هيدروليك ستراكشر بالمرحله الثالثه، لكن انا هنا حبيت انه اعرج عليها حتى تكون عندكم ضمن مادتكم تاخذوها بمرحله ثانيه، انترودكشن اوف هيدروليك ستراكشر، عندكم المام كامل تقريبا او شامل عن ما هي المنشآت الهيدروليكيه واين تتواجد واين استخدامها، فتكون عندكم نظره موسعه شويه عن هذا الموضوع، وان شاء الله راح تاخذون هذه الديتيلز بشكل اكثر واوسع بالمرحله الثالثه والرابعه.
نجي هنا الهيد لوسز هو عبارة عن خسائر الدخول زائد خسائر الخروج في الفي تربيع كلفرت ناقص في تربيع مال الابستريم على التو جي. الغرض من عدة هذا القانون أنا أجد الفيلوسيتي مال الأوتلت. هسه راح نجي نعلمه هذا القانون، تكتبونه ضمن لستة القوانين الخاصة بكم اللي أدرجناها بالكورس الأول، تمام؟ لكن ما تكتب هذه المعلومات K1 وK2، أنت خلال ما تقرأ شرح المحاضرة وتفهمها تعرف هذه الأمور شنو ترمز. راح ناخذ إكزامبل ونوضح لكم إياها بالتفصيل. دا يقول لك ديزاين ريكتانجولار، هي ريكتانجولار أو بوكس يعني ما تفرق، بوكس كلفر فولوينج بارشيالي، اللي دا تجري هي عبارة عن بارشيال فلو، بارشيالي فول أملأت جزئيا تحت، يعني هاي البوكس كلفرت انشأت تحت جسر مثل ما موضح هنا، ويعني عبور الماء من خلالها مو فولي وإنما بارشيالي سبميرجد، يعني تشبه هذه الحالة بالضبط، أو هذه الحالة أو هذه الحالة. على كل حال مبطنة لايند كانال، تمام، وهي مبطنة من الداخل، كارينج تحمل ديسشارج تصريف، ايش قد مقداره؟ 5 كيوميك. شنو معنى كيوميك؟ معناها متر تكعيب بير سكن. اللينث ايش قد طول الجسر؟ 10 متر، تمام عيني. اوفر اول هيد لوس ايش قد مقدار الخسائر الكلية؟ راح ناخذها 0.1 متر. Assume the outlet transition will be similar، لا يكون متشابه بالشيب to the inlet transition. The canal البراميتر بهذه، هاي الأمور أيضا البرامترات أنا أعطيك إياهم ضمن السؤال، لكن انتبه على الهيد لوسز. هذا الهيد لوسز الكلي HL كلي، لي أعطيك إياه هنا جد تيك الهيد لوسز الكلي جد مقداره 0.1 متر. نجي على المعطيات، دائما مرات في بعض الأحيان يصير بيهن يعني ضمن السؤال يعني الأستاذ يغير بهن شوي حتى ضروري ينتبه الطالب. مثلا البيد ويدث أنطيه 2.4 متر، مكان ما متر أنطيه مثلا 2400 أو 240 سنتيمتر. أنت شو تسوي؟ إحنا شغلنا كله متر مترك أو نظام الفوت، لكن أنتوا حالين بما أنه بعدكم ضمن الانترودكشن فالنظام المتري، فتنتبه إذا البيد ويدث غيرته مثلا أنطيته بالسنتيمتر تحوله للمتر، تمام عيني، أو بالملم تحوله للمتر، أو أنطي بالكيلومتر، أنطي مثلا 2.4 كيلومتر، شو تسوي؟ تقسمه على كذا أو تضرب العفو في ألف حتى يتحول للمتر، تمام عين؟ تنتبهون ضروري جدا للتحويلات، يعني هذا الأمر كله هنا لاحظ هاي تحويلات، يعني إذا أراد الأستاذ أنه يغير بهن شوية فأغير بالتحويلات مال السؤال. نجي الديبث أوف فلوش قد مقداره؟ بهذا المقدار. اللونجتيودنال سلوب الميلان الطولي، انتبه لهذا الرقم 17.7، لازم وحداتها متشابهة سمترك، بس لاحظ هنا شنو؟ سنتيمتر على كيلومتر، لازم توحدهن، أما تقسم هذا وتحاول إلى الكيلومتر أو الكيلومتر على كيلومتر، يعني الكيلومتر لازم شو تسوي له؟ لازم تحوله، قد الكيلومتر يساوي لك كم سنتيمتر أو تحول اثنيناتهم للمتر، يعني الرقم هذا لازم يصير دايمنشنلس، يعني مثلا تخلي سنتيمتر على سنتيمتر بحيث يختصرا وشنو بعدين ويصير فقط رقم، يعني لازم تتخلص، يعني هسه هذا مثلا رقم 17.7 سنتيمتر ما يأثر حوله إلى متر لأن هو بكل الأحوال وحداته راح تختصر، لكن انتبه هذا الرقم لازم وحداته متشابهة، يعني متر على متر، كيلومتر على كيلومتر، سنتيمتر على سنتيمتر، ما يحتاج تحويل لأن هي الوحدات بكل الأحوال تنحذف. لكن الأستاذ إذا أراد مثلا يختبر ذكاء الطالب شي يسوي له مثلا؟ ما يجيب له إياه هيش فقط رقم سلوب، لا يجيب لك إياه وحدات على وحدات، فيقول لك هنا سنتيمتر على كيلومتر، هن بكل الأحوال ينحذفن، يعني يصير دايمنشنلس بلا وحدات. يمكن هذا الموضوع أول موضوع أخذته بالفلويد التحليل البعدي. فشن تسوي أنت هنا؟ تقول هذا سنتيمتر، اوكي ابقي احول الكيلومتر الى سنتيمتر، اول شيء حول الكيلومتر الى متر، من تحوله الى متر شو تسوي له؟ الضربه فيه ايش قد يصير؟ هسه عندك رقم بالكيلومتر، حوله الى متر الضربه فيه الف، وكذلك تحول المتر الى سنتيمتر، يعني وكأن هذا راح ينضرب يصير في 10 اس 5، يعني 17.7 على 10 اس 5 سنتيمتر على سنتيمتر، السنتيمتر والسنتيمتر يرحل وطلع هذا الرقم ايش قد؟
راح يصير لك فد رقم، هو دائما السلوب يصير لك هيك فد رقم كذا في 10^3 او كذا رقم في 10^4، هو هذا السلوب. هسه هذا بعد ماكو داعي اوضح لكم اياه، لان هذا شلون يقيس السلوب؟ يقيس كذا سنتيمتر لكل كيلومتر طول القناه، تمام؟ فانتبهوا لهذا الموضوع بالتحويل الوحدات بي، هذا الموضوع اللونجيتيودنال سلوب. مرات اجيب لك اياه شنو؟ سنتيمتر على المتر. فتنتبه ايضا تحول المتر مثلا الى لازم تجانس الوحدات حتى تختصرهن. السايد سلوب ايش قد مقداره؟ 1.5. هذا ذاك يا سلوب لونجيتيودنال، هذا يا سلوب السايد سلوب، 1.5 هوريزونتال الى فيرتيكال. خلي ببالك حتى لو ما كتبت لك هاي الكتابات هنا فيرتيكال وهوريزونتال، دائما الفيرتيكال واحد اخذه وغير لك فقط الهوريزونتال، تمام عيني؟ خاف ما اجيب لك اياهن وتسالني ست وين الفيرتيكال وين الهوريزونتال، خلي ببالك دائما الهوريزونتال الفيرتيكال العفو هو واحد، والرقم اللي غير الواحد هو الهوريزونتال. معامل مانج اللي هو معامل خاص بطبطين القناة، هذا ايضا انطيك اياه. والابستريم كانال بيد لود مقدار اشقد انطيه. وستارفت لاين هيد الترانزيشن يعني هاي كي 1 وكي 2 شنو مقدار معاملات الخسائر، تمام عيني؟ ايش اجيب لك بالسؤال؟ اقول لك ديزاين وذ سكتش مع الرسم، هذا رسم القناة انت مطالب به، يعني انا راح اجيب لك بالامتحان البيانات هالشكل بهذا الشكل، انت ترسم لي هذا الرسم الطولي ما مطلوب من عندك، هذا هو 10 متر وكذا ما مطلوب من عندك، اريد فقط المقطع العرضي. اقول لك هنا بالسؤال and sketch cross section of channel وارسم لي المقطع الجانبي للقناة. تجي البيت ترسم القناة يكون بهذا الشكل، تمام؟ الترابيزويدر. نجي ايش قد البيت ويدث مال القناة؟ ايش قد عرضها من الاسفل؟ 2.4، تمام. ايش قد الديبث اوف فلو عمق الماء؟ ايش قد؟ 1.4. هذا 1.4، هذا شو نسميه هنا؟ هذا الووتر ليفل، تمام. وهذا الكيو العادي اللي هذا التصريف مال شنو؟ هذا التصريف هنا القناة ايش قد تحمل تصريف، تمام؟ 5 كيوميك. هسه نجي هذا هاي مواصفات القناة. هذا السايد سلوب اللي هو 1 إلى 1.5 تخليه منه، الاس الطولي تخليه منها، يعني هذا الرسم مطلوب من عندك بالامتحان، يجيك السؤال مع الرسم. هذا ما مطلوب المقطع الطولي، هذا الرسم هنا ما مطلوب، فقط الكروس سكشن وتخلي عليه المعلومات. يعني راح اجيب لك السؤال مثل هذا ويا هاي المعلومات واقول لك سكتش، ترسم الرسم وتخلي عليه هاي المعلومات، تمام عيني؟ نرجع على شغله ثانيه، هيك تكتب لي جوال كروس سكشن اوف كانال ابستريم داون ستريم، انت ترسم لي فقط هذا. نجي احنا خلوا الطلاب صورة عامة، انت ايش تتوقعون؟ خلنا اشوفكم هذا الرسم. لاحظوا هاي القناة، شوف لاحظ هي اعرض، وهنا انا شنو؟ الكلفرت. فالمي من يجري هنا بتصريف لمن يوصل الى مكان المساحة مالته اصغر، التصريف شو يكون؟ يكون اكبر، لان التصريف شو يتناسب بي المساحة؟ يتناسب عكسيا، يعني كل ما صغرت المساحة زادت السرعة، وكل ما كبرت المساحة قلت السرعة. فأنا هنا انتبه يعني حتى أعطيك رقم حتى منها ثبتة، منطيتك جد تصريف القناة 5 كيوميك، أنا أريد يا تصريف أحتاجه، أريد تصريف الخاص بالستركتشر بالكلفرت، إيش قد أخذه؟ أخذه 1.2 من تصريف القناة. هاي أيضا تحفظها، يعني تثبتها ضمن الملاحظات الخاصة بك، تكتب الديسشارج يعني ثروف كلفرت يساوي لنا 1.2 من الديسشارج اوف كانال. لان ليش؟ لان لا التصريف هنا يكون اسرع. هاي لاحظ هسه هنا، تخيل عندك هاي قناة هنا دي يمشي بها المي، يوصل الى هذه المنطقة لازم كل المي يعبر من هذه التو كلفرت، فراح تكون المساحة شبيها ضيقة او صغيرة، فمن تكون المساحة راح تكون السرعة اعلى. لذلك هاي احد المعلومات المفروض اللي انت تثبتها اللي هي structure will be design، هذا الرقم كون تعرفه، ايش قد ناخذ تصريف الكلفرت؟ ناخذه 1.2 من شنو؟ من تصريف القناة. هاي ما اعطيه بالامتحان، انت تعرفه المفروض، تمام؟ يعني من هسه ثبت عليه وثبت معلومة. نجي على الديسشارج، ايش قد منطيته انا مال القناة بالسؤال؟ منطيته 5 كيوميك، يعني 5 متر تكعيب على السكند. نجي شو نسوي له؟ نضربه ب 1.2، طلع 6 متر تكعيب على السكند، تمام عيني؟ هسه نجي نحسب الديبث.
هذا القانون مال مالينج للقنوات، خاص بالقنوات. هذا انت لحد الان ما دارس، فما يعني يعني حاليا اشرح لك اياه وتفاصيله، وما نصت القنوات المفتوحه وشنو القوانين الخاصه بها اندر جرافيتي وهاي الامور. لكن هذا هو معامل مالينج، هذا تكتبه، كتبت لكم اياه هنا انا بالجانب ريتن اون روم مال البيبر، يعني وين ورقه القوانين تكتب لي اياه. الكيو شو يساوي لنا؟ واحد على ان اريا، الاريا في الار الهيدروليك يعني ارتفاع الهيدروليكي، اس 2 على 3، اس اس 1 على 2. نجي انا ايش احتاج؟ الان منطنياه اللي هو هذا معامل التبطين، معامل مانينج، هذا كنت تعرف انت كل رمز مانينج ان منطين. نجي وراها عندنا الاريا، الاريا لازم تحسبها تمام، وعندنا الارتفاع الهيدروليكي، وعندنا شنو؟ عندنا الاس السلوب، الاس انا اصلا اعطيتك اياه، بس هذا يا سلوب تاخذه كون تعرف تاخذ هذا الطولي. هسه نجي وحده وحده. اول شيء الاريا من هذا القانون تنحسب، القناه اللي اعطيكم اياها هنا ما اعطيكم سيركل وسمي سيركل وبارشيال، هي ترابيزويدا، فهذا القانون تكتبه ضمن القوانين اللي هو الاريا شو يساوي لك؟ البي زائد الزد في الواي في داخل قوسين في الواي، هنا البي الويدث اوف كانال اللي عندك 2.4، والزد احنا مو قلنا يعطينا سايد سلوب، هذا لاحظ سايد سلوب، تاخذ فقط القيمه الهوريزونتال من عنده مو الفيرتيكال الواحد، الهوريزونتال هو هذا يمثل لك الزد، تخليها هنا هاي قيمه الزد. نجي وراها بعد ما حطيت قيمه الزد الواي، الواي هو المجهول اللي هو احنا شرد نجد اس، اول شيء الديبث اوف فلو والفيلوسيتي اوف كانال تمام. هسه اطلع الديبث اوف فلو، هذا هنا صار مجهول، طلعت لي هاي الاريا بدلاله من؟ بدلاله الواي. نجي الويتد باراميتر، القطر المبلول شو يساوي لك؟ ايضا هذا القانون كتبه، يعني لاحظ تكتب لي هذا القانون، هذا القانون شو يحتاج؟ يحتاج اريا ويحتاج ار. نجي الاريا، الاريا طلعها ايضا من هذا القانون، هم اكتب القانون، الويتد باراميتر هم اكتب هذا القانون. هسه تقول دكتوره هسه الاريا هنا احتاجيناها، البي هذا وين احتاجه اني؟ تحتاجه هنا بالار، الار شو يساوي لك؟ الهيدروليك راديوس يساوي لك اريا على بي، هذا ايضا تكتبه. لاحظ هسه كل قانون كاتبه يا مرتم تكتب لي اياه، تكتبه لي ورا ما تطلع، راح تبقى المعادله بدلاله واي مجهوله تمام، فتكتب هاي القانون واحد على ان، واحد على ان الاريا نفس هاي القيمه كلها تبقى بدلاله واي. نجي بس شو يسوي هنا؟ هو اذا تنتبه مدخل الواي عليها. نجي الـ في الار اس 3 2 على 3 في الاس اس نصف، الاس ايش قد مقدار الاس؟ ها هنا هذا الاس، لاحظ هذا الاس، هذا لونجيتودينال سلوب، هو الاس لونجيتودينال مو سايد سلوب، لونجيتودينال السايد سلوب تحتاجه بالزد، فهسه هنا هذا ورا ما تحوله كذا على كذا وتسوي تراي اند ايرور تطلع قيمه الواي، بس خلي ببالك يعني كرينج اولي رينج قيمة الواي من 1.5 إلى 1.2، قيمة الواي من 1.5، يعني أنت مو تعطي تراي أند إرار، مو تعطي قيم أكبر، أنطيها أعلى قيمة هي 1.5، أعلى قيمة أنطيها 1.5، وأقل قيمة أنطيها 1.2، 1.1، يعني الرينج ضمن هذا من 1.1 إلى 1.5، 1.5 يعني، يعني من 1.1 إلى 1.5 أو 1.6، بهذا الرينج جرب تمام عيني؟ تطلع له قيمة الواي، من طلعت قيمة الواي إذا طلعان السرعة، شو تساوي للسرعة؟ التصريف على المساحة، التصريف عندي اللي طلعته ضربت 1.2 في التصريف 6 على المساحة، أرجع لهذا القانون، شنو كان نقص بي؟ بس الواي، وأنا طلعت الواي منها، إيش قد قيمتها؟ 1.5، وقلت لكم الواي كانال جربوا من 1.1 إلى 1.5 أو 1.6 تطلع لكم القيمة المقاربة وخذوها حتى ما ياخذ عليكم الوقت. بعدين ورا ما حسبت انت قيمة الار هنا بهذا الشكل تحسب الاريا، العفو ورا ما طلعت الواي ترجع تحسب الاريا، حسبت الاريا من هذا القانون تمام، لان الواي صار عندك معلوم، فالاريا تطلع لو ما تطلع تكون جاهزة. فهسه نقدر احسب انا الفي كانال، لو ما اقدر اقدر احسب الفي كانال، وش يعتبر الفي كانال؟ يعتبر هو في 1 زين، اني ارجع القانون اريد احسب يا في، في مال الكلفرت الفي الثانية اللي هو هذا القانون بالبداية هم بتكتبه قلت لك عليه كتبه، هسه الفي كانال عندك حسبته مال الابستريم، شريت اني احسب الفي كلفرت،
هاي طلعتها قبل شويه، هذني عندي قيمهن وهذا عندي قيمه الهيدلوسز من السؤال، والتوجي عندي 2 في 9.81، اقدر اطلع فيه كلبرت لو ما اقدر؟ اقدر اطلع فيه كلبرت. لاحظ القانون بهذه السهوله، طلعت انت الهيدلوسز عندك قيمته وذني عندك قيمهن، فقط الفي كلبرت اللي هي في 2 تعتبر تربيع، اطلع قيمتها، تطلع قيمه الفي مال البوكس كلبرت. هسه ورا ما طلعت الفي ماكس البوكس كلبرت، ايضا اطلب من عندك ايش قد مقدار الهيد فيلوسيتي هيد، طلعت هسه الهيد انا اريد شنو الفيلوسيتي هيد اذا كان مطلوب. اذا طالبه فقط الفيلوسيتي بالبوكس كلفرت خلاص هنا تتوقف، لكن اذا طالبه الفيلوسيتي هيد تحسبها عن طريق الفي تربيع مال البوكس هاي اللي طلعتها على التو جي، هذا ايضا تكتبه. لكن اذا شنو طالبه بالسؤال فيلوسيتي هيد تحسبه. نجي وراها الانرجي، اذا طالبه بالسؤال قالت لك الانرجي ايش قد، فهذا القانون ايضا تكتبه. التوتال انرجي شو تقول؟ تقول البيد ليفل زائد واي 1 الواي اللي انت حسبتها اصلا زائد في 1 تربيع على 2 جي. البيد ليفل تاخذه من السؤال هو ينطك اياه، هذا لاحظ هنا البيد ليفل هنا ينطك اياه بالسؤال، يقول لك هذا الاب ستريم كانال بيد ليفل ايش قد مقداره؟ 10 متر. هاي بالسؤال تاخذه جاهز، يعني هذا البيد ليفل يعطى بالسؤال، زائد الواي 1 انت حسبته قبل شويه زائد في 1 تربيع على 2 جي، طيب حسبت التوتال انرجي. اذا كنت طالبتها هاي الامور لهنا انت حدك للفيلوسيتي، تنتبه طالبه فيلوسيتي هيد تحسبه، ما طالبه ما تحسبه، طالبه توتال انرجي تحسبه، ما طالبه ما تحسبه، لكن كقوانين اكتبها بلستة القوانين تمام. هذا تكتب قدامه، مو بس تكتب القانون، اكتب هيد فيلوسيتي هيد ان كانال كذا قانونها، التوتال انرجي المطلوبة بالسكشن هذا قانونها، حتى اذا اجتك تعرف ترسمها. هذا الرسم صراحة ما مطلوب من عندك، يعني انت فقط هذا رسم الكروس سكشن انا اطلبه من عندك. هسه نجي وراها، طبعا هاي المعلومات يعني ما لها داعي، بعد هي هاي مال الفيلوسيتي هيد بالكلفرت في تربيع هاي ما لها داعي، يعني انا اطلب اما بالكلام نفس القوانين يعني مكررة، فيلوسيتي في تربيع اوفر تو جي توتال انرجي كذا. فانا صراحة ضمن الكنال ما اطلب من عندك، هاي خاص بالمرحلة الثالثة، يعني مو يمك الأمر، ذني اللي تحت الرسم الاثنين تقدر إنه يعني تكتب عليه للإطلاع، المطلوبات فقط ذني التوتال إنرجي بالسكشن واحد، يعني خلينا نرجع للرسم الأصلي، هذا مو بمقطعين واحد اثنين، فأنا أطلب فقط اللي هنا اللي بالكنال، ما له علاقة اللي جوا بالكلفرت وهاي. فإذا أجيب لك أجيب لك فقط اللي ضمن هذا القانون، الهيد لوسز بالكنال والهي والتوتال إنرجي بالكنال تمام. لكن هذني بالكلفرت اثنيناتهم ما جيبهن الك، ذني بالمرحله الثالثه تاخذين، فاكتب عليه للاطلاع، يعني حتى هالقانون ماكو داعي تكتبهن. نجي هذا مطلوب من اقول لك صمم لي العباره الصندوقيه البي، انت شنو المطلوب؟ الواي انت طلعت الواي اللي هو الارتفاع مال الماء عندك، هذا الواي اول مطلب من معامل مالك حسبنا بتراي اند ايرور، وقلت لك فرضه يعني قيمته تطلع من 1.1 الى 1.6، طلعت 1.53. اذا الواي عندك، البي اللي هي الويدث مال البوكس كلفرت يساوي لك كيو التصريف على الفي في الواي. الكيو شلون اللي قلنا نضربه في 1.2 من التصريف مال القناه المعطاه بالسؤال، على الفي السرعه انت ايضا طلعتها حسبتها السرعه من الكيو على الاريا في الواي، الواي عندك طلعت البي، لو ما عندك طلعت البي تمام. تجي شو تسوي؟ تقارن هاي قيمه البي ويا قيمه الويدث مال الكنال، لازم البي مال العبارة الصندوقية، أنا كتبت لك إياها هنا العبارة صراحة بالعربي، نقارن عرض العبارة الصندوقية مع عرض القناة، إذا كان عرض العبارة الصندوقية أقل من عرض القناة أوكي ناخذ القيمة، لكن إذا كان عرض العبارة أكبر من عرض القناة يعني هذا يعني أصبحت القناة ما منها فائدة، يعني وإلا أنا إن من مصممتها غير حتى تضيق لي الماء ومثلا تصرفه إلى مكان أنا أسوي بيه distorted الناتشرال فلو، هسه أنا إيش طلعت عندي هنا قيمة البي 2.66، أروح أقارنها مع عرض القناة، عرض القناة إيش قد قيمتها البيد ويدث، هذا هو عرض القناة البيد ويدث 2.4، إذا طلع عرض العبارة الصندوقية إيش بيه أكبر من عرض القناة، فإيش قد آخذ عرض القناة؟ آخذ نفس عرض العبارة الصندوق، يعني عرض العبارة الصندوقية نفس عرض القناة. افترضوا هسه هناك مكان ما 2.66 لو طالع لكم 2.1 تجون تقارنوا وياها 2.4 2.1 اصغر، اذا خلاص يبقى نفسه
عرض العبارة الصندوقية اللي طلعناه 2.1، لكن هنا ايش قد طلعناه؟ طلعناه 2.6 6، فأكبر من عرض القناة، فايش قد آخذه؟ أقول إذا يوز، طوخت لك إياها بالبولت يعني لون أسود، ايش قد تاخذ البي؟ 2.4 متر. نجي الارتفاع اللي خاص بي، بقى الارتفاع مال العبارة الصندوقية، شو يساوي لك ارتفاع مال العبارة الصندوقية؟ يساوي لك depth of flow اللي هو الواي، يعني ها شوف هاي العبارة شيلها اكتب مكان depth of flow in box هو الواي زائد الفلور دبرست، هذا الرقم تحفظه، هذا القانون كتبه ضمن القوانين، تمام؟ هذا اكتب يمه بصفة written يكتب اللي هو البوكس هايت ارتفاع العبارة الصندوقية يساوي لنا depth of flow in box زائد الفلور دبرست، هذا ينأخذ 0.15، تمام؟ تاخذ وكتبه ايضا ضمن كتبه ضمن لسة القوانين، مو راح تكتب هذا القانون الرئيسي، واكتب على هذا وعلى هذا جوا ويساوي 0.15 اللي هو هذا، هذا الشيء يمثل دكتوره الديبث اوف فلو ان بوكس، يمثل لك هاي القيمه، هاي القيمه اللي طلعتها بالتراي اند ايرور، هاي القيمه اللي هي الواي، هي هاي يمثل لك اياها، تمام عيني؟ اذا هسه صارت عندك طلعت الهاي طلعت الديبث. إذن البوكس كلفر ديزاين ايش تحتاج بها؟ بوكس ويدث، واللي اخذنا نفسه الويدث مال الكنال، ليش؟ لان طلع الويدث مال العباره اكبر من ويدث الكنال، فما يفيد يعني غير مجدي نفعا، فناخذه هو نفسه عرض الكنال. والبوكس هايت هو عباره عن الواي زائد 0.15، هاي يسمونه مقدار مغماس او انطماس الارضيه، تبرز ايش قد تنخفض الارضيه، وقلنا ينأخذ يعني ثابت 0.15 متر، فتقول هنا الرقم عبارة عن قيمة الواي 1.5 كذا زائد عرض العبارة صندوق زائد الدبرست فلور، طلع لك هذه القيمة، تمام عيني؟ وترسم لي هذا الرسم بالديزاين، إذا طلبت من عندك ديزاين ترسم لي هذا رسم العبارة الصندوقية اللي هي عبارة عن بوكس مفتوح من الجانب، وهذا تهشير الكونكريت أو البريكاست كونكريت يكون مهشر، تعرف أنت أمور التهشير الخاصة بالخرسانة وغيرها، وأي مادة صلدة أخذتها بالمرحلة الأولى ضمن مادة الرسم الهندسي، شلون أنا أضيف هيدلاين تهشير غيره يمثل لمنطقة معينة. أتمنى تكون محاضرة هذا اليوم واضحة، إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلون القناة، إن شاء الله نلتقي بكم بالمحاضرات القادمة خاصة بهذا الكورس. دمتم بأمان الله وحفظه.